الاقوياء والفقراء رانا التسواه والحجار راهم يسوا وهم هم اجو هلا قود وصفاق الخرفة خليه وتقعدوا غير حق تبقى. هذا هو المواطن. هذا هو قلنا ماشي مواطن ابراهيم. ايه ابراهيم اسم يعني ابراهيم اللي هو المواطن. كيش مواطن؟ ماش فاهم واش هو مواطن. انت راك مواطن، انت المواطن الصالح. بس مانيش انا صالح، انا ابراهيم. ايه هذا ما راهش فاهم. يا اخي ابراهيم انت واه هو ما قالكش صالح، انت سموك صالح. اسمع يعني مواطن صالح، يعني هذا مواطن ناس ملاح. انت انسان صالح ناس ملاح، هذا اسم الحكومه، احنا رانا مسمينك ابراهيم المواطن الصالح. ايوه مريقله. ايوا كيفاش واش كاين؟ كاش واش كاين؟ راك عرفت روحك باللي انت هو المواطن الصالح. مازال ما عرفتش روحي، عايز تفهموا فيا ما فهمتش. المهم انا ملي جيت وانا سمعت غاولي ابراهيم. خليني نفهم. شوف يعني انت عندك بطاقة الهوية. واش هي الهوية؟ ما تفيقاش. خليه ابراهيم بزاف عليه. لا انت ابراهيم ما كتساعدني انا. مليح عليك مليح. اما لا غبنتوني كي قلت لي مواطن غبنتوني. خلي ابراهيم وصاي. هيا راك ابراهيم هي. اي الله يحفظك. صح. قول لي ابراهيم. واه. يا اخي انت درت دومون تاع السكن. درت واه. ايوا. ومن بعد درت دومون تاع التدعيم الذاتي. بصح. ها ما كانش بصح احبس. بصح ما كانش بصح. لا. انت درت. يبصحني لا اللي الاخر. لو كان. مالو. وشحال تغبني هذه لو كان. شوف انت الملف نتاعك غير بغيت بغيت خليني نكون متفاهمين. اللجنه كي تكون تهضر خلينا نرجلوا الامور. الملف نتاعك رحنا، انت درت طالب. درت طالب واه. يعطيك الصحه. انت جيت تطلب سكن. واه واه. وحنا رانا نوفروا لك كل الشروط باش تكون عندك سكنه. الله كيثر خيركم، انا غير بغيت نقول لكم زعما المهم الدوله راها عطاتكم 70 مليون. مليحه سما سكنه و70 مليون. الله يستركم. لا لا المهم احنا عطيناك 70 مليون في الجبل. ابني ولا تخذ ومنا على ايامات، راها غير من ايامات، رانا نجيو نديرو الفيريفيكاسيون ونشوفو واش تبدا هالجبل. 70 مليون. 70 مليون واش درت بيه؟ 70 مليون. 70 والله ما راني فاهم. 70 مليون. يا الفرشاخ طاير والحجار يطير. انا 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 وغطيك نبك المنوفري. يا وسام طاير والغبار يطير. انا 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 ما 70 مليون ما تقضيش. يا رجع يا حي عليا وعلى 70 مليون. قال لي على 70 مليون وين راها؟ يا بردية ودي وراها 70 مليون. بوكله قال لي نحفر لك ب 450 ليره. واش غادي نجبد؟ انا نجبد لويز انايا. يا سمعت كيفاش داير الماسو؟ لاباس بخير. يا الحمد لله. ايوا راك غير قاعد الايامات. هذي غير قاعد. ايوا تخدم لي. نخدم لك. اش قال لي؟ قال لي 450. وانا نخدم لك بلا طاش ولا بالنهار ولا بالساعه. هو قال لي 450 للساعه. هذا غير يحفر لك الجبل. واه شحال تخدم لي نتايا؟ انا نحسب لك 300 ميل. اسمع واش 300 ميل؟ هاليا تخدم هاك لي عباس. هذه بوكله ما توكلها، ما تجيب لها تشرب ما والو. للساعه. يا ريض نفهمك، هذه بوكله ما قراش كما قريت انا. انا قريت هاك لي عباس. تهلا فيا. قالوا لي البوكله قرات. قالوا لي باللي انت ماسو عندك في الراس. انا فيني نخدم بالشيما. ها الفورطاب انا بالشيما كلشي نخدمه. ايوا قولي شحال تخدم لي؟ انا نخدم لك حتى نبدا نعرف واش كاين في هذه الحجره على باش نبدا. ياك ايوا ها اي نتكل على الله. وبالك انا نمشي نحفر الطاطق على يمينا. نيشا ماكش غلط. هذا جبل لك لي عباس. نتكل على الله. شحال جاتك؟ يا جاتني 40 مليون. لي 40 مليون شنو تدير فيها ولا شنو تدير؟ ها واش كنت ندير؟ كنت نحفر. لي 40 مليون يا صاحبي. يا 40 مليون اعطيني حقي. صاحبي الطبيب راه قرا له حتى عمى ومن الصباح هو حال يدخل مليون في النهار. 40 مليون وانت انا قريت عليها وراني نحفر. باش تحفرها بشنيه؟ راك تحسب لي الطبيب يدير لك غير هاك. راني نحفر قلبي جبدته هنا. لا ولد خالتي وكاش لكم نقول نحفرها انايا ونخلص روحي. 40 مليون انا عاطيك. يا بصح ما تعرفش تحفر كيما نحفر انا. باش كنت تحفر؟ باش كنت تحفر؟ يا بالفاس. بالفاس؟ ايه. ديال هذيك امشي هضره. قلبي يزرج وما يحفرش كيفي. سمع مثلك 40 تبقى لي 30، 30 واش ندير بها؟ يا البركة في القليل. يا فكري قال البركة في القليل، اليوم البركة راها في الكثير. تقديرك تقدير مازال تكمل لك البنيان. يلا بزاف ولا غير ولي لعقلك.
واش هاو زعما بزاف يا ما بزاف ما والو نعطيني 40 مليون تاعي ولا نعاود نردمها يا ودي راه غير باش تدمش والله نعشي راه طبلي اللي عاود يحفر لك يحفروا ب 70 صح غير بس يا مزيان خوتي يتفاهموا ايه؟ خلي لي شويه اي روح روح نقلع لك فامي الحق الكرواس اللي كنت تشريه راني كملت لك الخدمه الله يسترك يعطيك الصحه غبت يا ما تكملت لك الحفير وعاود راني كملت لك الاساس والبيليات الفورمه مازال باقيه في الفورمه هاو باقي شويه تاع هي مازال ما بديتش على بالي على بالي باللي باقي وباقي واحد البيلي من هي مازال نص تاع ما تعمل ايه اولي ما على بالي شوف ما كلشي سما ما كانش كل شيء دراهم اعطيتني في الحفير 40 مليون تاك 40 واه وانا زدت كملت لي هذه تفاهمنا ب 30 باش نطلع لك الاساس ايه او دروك انا دخلت لك ماشي غير 30 راها في 50 تتمشى هنا راني باقي نسالك دروك 20 باقي تسالني 20 ايه عطيتني 30 و تزيدني 20 درهم اخلا ضرب واش قلت هذا الدرهم فيهم الهبه انا مول سيتي هذا مازال يسالني مول سيتي انا مازال عطيني انا دراهم انا اللي نكشفت ندير معاك حاجه مليحه انا والله ما نسعاه ها هي جابوها لي فرنسا هذه خاصه يا ري طيب ما تبقاش تمابل هذا المليار كاع يبان لي هبلك هذه يا ودي هذه دير 20 مليون جابوها لي من اسبانيا كبار يا ري راني نسال 20 يا والله ما تمد لي 20 مليون غير هرس بليا ما تهرش نعطيك السروال ري ما تهرش السروال يا ري مبروك عليك ما شاء الله واش مبروك عليا واش فريتها يا ريقه العمر كي تبان لها فاريه راها فاريه واش ما راهش شحال خسرت هنايا شحال في الميزة زعما شحال راني خاسر نورمالمون هذه تكون واحد 7 ولا 8 ايه 7 و 8 حسبنا 7 ملايين رسم تحريكها ليا ياك حسب رسم تحريكها بدي 7 ملايين يا مازال يسالني هذا 70 مليون ومازال يسالني اسمح لي اسمح تكون متفاهمين نيشان حنا على بالك جينا هنايا للمراقبة دراهم الدولة هادو خاصش بركي يرحك الله ها راهي مركي راهي مركي واف زعما كملت انا ما كملت هذا المشكل نتاعك انت يا مواطن ها يا 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 ابراهيم الصالح عطيناك 70 مليون باش تسكن نورمالمون نجيو نلقاوك ساكن نورمالمون نلقاو الدراري يلعبوا برا نلقاو كل شيء اسعبي انا ما كملت بعد ديك الجهه ما عندي ديك الجهه وما عندي يا صاحبي ولي هنا عندي ايوا انا حافري المطموره دبر راسك وين راه الداله اسمع وين راه الحيطان وين راه وين راه البنتوره وين راه هاي هذا قانون سمع القانون القانون راه يقول يقول راه يقول الا ما قنعتكش هاد 70 مليون ما وصلتكش وما كفاتكش ايه خاصك تقول لنا كلمه واحده واه تقول لنا عاو ونمدوها لواحد اخر نتوما مبدرين ومفسدين وعطيناكم لونساج كليتوه وزيد عطيناكم 70 مليون تاكلها بيلي هذا هذا البيلي هذا هذا ما يسقفش تاع شحال سقبت 40 الف من ما وجبرو عندك الضوء ما تشكلناش على الضوء عاونونا يا ما كانش دوله في العالم في لو موند اللي تمد الدراهم للمواطن من غير الجزائر الحبيبه تلا حق على البترول بس بترول بوليتيك ليز على زوج غمات ما زلت تهضر عليها انت ها حقنا يا صاحبي واش من حقك بتحش تهضر تهضر هاد الهضره لا لا اسمع اسمع تسبنا درك تقول حقنا تهضر مع عيب مانيش عليكم على الدوله والله يا المواطنين نقول لكم حاجه 70 مليون والله الا تسكنوا غايه الغايه تقضي 70 مليون نهضروا على بيناتنا هما مشاو حنا هضروا بيناتنا 70 مليون سكناك معزز مكرم لا دال دو سول الضو الفونداسيون كلشي مريقل ودوك غادي نبين لكم باللي 70 مليون تسكنكم وراكم غادي تشوفوا بعينيكم شحال كنت تسالك 20 مليون بشويه بشويه عميتني الغبره بشويه عميتني رياض ما تسكت ما تهضرش عميتني كنت باقي نسالك 20 مليون هنا لا تمشي تموت وتزيد تخلص انا قبلنا حفروا بجوج ملايين الميترا شحال بك المير؟ يا زوج ميت وعشرة هذيك هي جوج ملايين وربعين ايوا جبدتك ميت وتخلص اخلص البلاد ها والروسية شحال؟ الروسية؟ ايه 200 ألف كتبوا لك فيها اسمك ولا اسم الدولة؟ ايه واش انا كتبوا فيها؟ اكتب فيها بصح هذه امانة في رقبتك روح اكتب فيها 70 مليون نووية تقع في يد عصابة غير قانونية اردم اقلي ابوك اردم اريد مردم حتى شابويا معك ريان اردم فري حفري حفري وانا عيشتي على ربي البركة والقرب يقولي ايا المهم انا باقي لك غير رازلك ها
تهلا في راسك. يا ريض الشهاد بعدا شهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمد رسول الله. هاكم اللي دراهم اللي راه باقيين لك. تلاقوا في ديك الدار ما كان لا دراهم لا والو. اردم اردم ما تديرش عليهم اردم. لقيت راسك. اردم ما تديرش عليهم. اللي عبك مازال قاعد تهدر. حفري 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 وانا عشتي على راسي. سمع هذا يغني. واك اللي عبك ما فرحان. 70 مليون عطاوها له وما فرحان. حقني يبا انا باقي نسالة. على ربي البركه ابراهيم يا العروبي ابراهيم.